هي باسكال مشعلاني انها تتواجد في مصر، وحاليا بتحضر باسكال البوم غنائي جديد، وقررت انها تبعد شويه عن الاغنيه الخليجيه وتركز اكتر في الاغنيه اللبنانيه والمصريه، ومن المحتمل طرح البوم في عيد الكريسماس اللي جاي. من ناحيه ثانيه، باسكال غابت فتره عن الغناء وده بسبب انشغالها بابنها، لكنها رجعت من جديد وطرحت اغنيه سنجل بعنوان رجعه. من المعروف ان باسكال اتكرمت مؤخرا من مونديال القاهره للاعمال الفنيه والاعلام. تعالوا نشوف باسكال مشعلاني وزوجها ملحم ابو جديد هيقولوا ايه لكاميرا بالالوان الطبيعيه. هنستمتع بصوت السوبر ستار اللبنانيه اللي مشرفانا النهارده مخصوص للمشاركه معانا، النجمه باسكال مشعلاني. الجديد حينزل بقى 2017 ان شاء الله، ومثل ما قلت لبناني ومصري، وحيكون في حمله حلوه معه وكليب حلو، وفي اطلالات كتير بمصر ان شاء الله هنا، وفي عده برامج حتشوفوني فيها، وفي مفاجات ان شاء الله قريب. أنا سعيدة بتكريم اليوم، ما في أحلى أنك تتكرمي بمصر ومع الشعب المصري وعلى مسيرتي الغنائية، فهذا الشيء بيساعدك وبيعطيك هيك إنه الناس قد إيه بتحبيك، وبيعطي بوش للفنان بيساعده. اللي بحبه كثير والأشياء اللي عم نقدمها بالأعمال سواء كملحن وكتوزيع ساعدين بهالنجاحات كثير إن شاء الله. بحبكم قوي قوي قوي، مصر إن شاء الله هتضلها دايمة وعالية ومنورة على طول. بحبك يا مصر.